سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسم حضرتك؟ ام فاطمه. انت ارمله؟ ايش قد صار لزوجك متوفي؟ 9 سنوات صار لزوجك متوفي. ايش قد عندك راتب الرعايه؟ 150 بالشهر. 150 بالشهر. واطفال ايش قد عندك؟ بس هاي البنيه فاطمه. ويا صف فاطمه؟ ثالث ابتدائي. ام فاطمه شنو هذا البيت اللي قاعده فيه انت؟ بيت اهلك؟ ايجار ولا شنو؟ لا مالك بس هو عايش. الله يساعدكم، يعني بيت اهلك وقاعده فيه انت وبيت اهلك ورا قاعدين فيه. شلون مدبره هاي؟ على الله على راتب الرعايه والله حكي للصعب، هي ماكو مساعدات شنو اللي مستحقته يا ايتها؟ يعني شنو اللي محتاجته انت؟ يعني تلا جماعه عندك انت وكفاله تقولين البنيه اريد مصرف لها؟ جهالك بيوم شيء هاي بنتك فيها شيء؟ صحتك؟ اي تعبانه ملاعينها مزمنة؟ بالشتاء مرتين ثلاث مرات. ايش ناوية تسوي عملية ولا تروحي على العلاج؟ هو على الاهل الخير لا تسوي عملية هسه طيقية تفتح وانا ما ناوية تسوي عملية ان شاء الله ان شاء الله نسعيش بالعملية. زين مثل تقدرين اذا المفروض فرصة نسعيش تشيل الشغل تقدرين تشتغلين انت يعني صحتك ووضعيتك تساعد على هذا الشيء؟ لا انا مريضة سكر وضغط عندي وهاي الصوت يعني ما حد الها انا مداريه ما اقدر اعوف شيء صغيره ما اقدر اعوف. الله يشافيك ان شاء الله، احنا نتعالج من العملية مالت فاطمة. وان شاء الله بيت الله من رب العالمين، وانت زوجك متوفي وراتبك كل شهر ايش قد؟ 150 بالشهر. راتبك كل شهر 150، وهذا بيت اهلك وراته قاعدة بيه. ان شاء الله نوصل ندائك يشوفون، كفالة هم محتاجة تقولين انت، نوصل ندائك يشوفون ان شاء الله وبخير قدم رب العالمين، الله يسعدك على العيش. يلا نشكر منك.